وخايت عليك اليام واليام اليام ايام القهرة وظلم، وفينك يا عويسة وفين الشان والمرشان؟ شحال غيرتي من عبد هاجر بهوي. كنسكن في سلا، عندي 20 سنة، كنقرا سنة تانية علوم اقتصادية بجامعة محمد الخامس بسلا جديدة. ملي كنت صغيرة كنت عندي 6 سنين، كنت كنغني بحال هكذا، تندندن كنغني في المدرسة، في الحفلات ديال المدرسة، كنمشي للمخيم كنغني صافي بحال هكذا. وانا تنكبر والموهبة ديالي كتطور، ولا الأسرة ديالي كيزيدوا يشجعوني وانا كنزيد نثق في الموهبة ديالي، والحمد لله وصلت النتيجة زوينة. بديت كنخدم على واحد المحتوى في الانستغرام وحتى في الفيسبوك بالعنوان ديالو انني نبين كل ما هو تراديسيونيل، كل ما هو من التراث المغربي ديالنا. بديت كنخدم بصور، تلبس قفاطين، تلبس جلالب، تمشي للاماكن بحال هكذا الباديه، كنجسد لحظات من الزمن الجميل. انا في نفس الوقت كنغني، قلت علاش ما نوجهش حتى الغناء ديالي او النوع ديال الغناء اللي نغني حتى هو في نفس المحتوى، يعني نولي نغني داكشي اللي في التراث المغربي، كنحاول نبين واحد اللون من الثقافه المغربيه ديالنا. بديت دابا بالعيطه، وانا زعما ماشي كنقول انني تنغني، ولكن غير كنادي، كنعطي واحد اللمحه او كنحاول نجسدها بالطريقه ديالي. كنت جلس مع الفنان حجيب ومع الدكتور والباحث في فن العيطة أستاذ حسن نجمي والفنان دريس البوعزاوي، عطوني معلومات كبيرة على العيطة، قربوني أكثر منها، عاودوا لي على التاريخ ديال زعما شنو هي العيطة، صحوا لي بزاف ديال المفاهيم اللي كانوا مغلوطين عندي. حكم ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، كنشوف بزاف ديال الحوايج يتعاودوا، نفس المحتوى كيتعاود، كلشي كيقلد شي كيقلد شي، ولينا كنشوفوا نسخ متكرره. بصراحه زعما الشيء اللي خلاني نرجع خطوه للوراء ونشوف ونفكر ونقول علاش انا ما نخلقش واحد العالم ديالي اللي غنكون فيه انا متميزه، وغادي نقدر نثير الانتباه ديال الناس. واقرب حاجه كانت عندي هي انني نخدم على الثقافه المغربيه ديالي. اللي نقدر نقول لك اللي انا دايره في بالي، والانسان خص تكون عنده اولا موهبه، وقبل من الموهبه يكون عنده مبادئ. يعني الانسان ملي يكون عنده مبادئ كيكون رسم واحد المخطط اللي تعكسه هو ماشي شي حد اخر، هنا كيقدر يبدا واحد المسيره ديالو اللي كتكون زوينه وكتقدر تخليه يعطي بزاف. بالنسبه للملابس بخصوص ما هو مغربي، داكشي ما كنشريهش الصراحه، كلشي كنلقاه في عندنا من التراث ديالنا. عندي واحد القفطان عنده 150 سنه او اكثر من 150 سنه اللي كيرجع لجدات الام ديالي، يعني دازوا عليه سنوات بزاف، والحمد لله قدرت نلبسه ونبينه واحد الطريقه زوينه وعجب الناس. هذا هو الهدف ديالي، نعطي قيمه لشي حوايج اللي فقدوا القيمه ديالهم في العالم ديالنا دابا. ما يخص الثقافات الاخرى الغربيه، كنلتجئ للبال، كنقدر نلقى فيه داكشي اللي بغيت بتأمينة مناسبة. تنفكر ندير شي اغنيه ديالي، كيف ما قلت انني نكون محافظه على القيمه ديال الاغنيه المغربيه، تكون بكلمات راقيه وبالحان اللي جميله، وهذا الشيء كاين في المستقبل ان شاء الله. كيعجبني المسرح، كان نصحني الأستاذ حسن نجمي الشاعر والدكتور حسن نجمي أنني ندير المسرح، بحيث الصور اللي كندير هما ماشي صور عادية، وصور سينمائية اللي نقدروا نشوفهم أوتوماتيك ممكن يرجعونا لواحد الفترة زمنية مقتطف من شي فيلم ولا شي حاجة بحال هكذا. اول حاجه كنركز على الدراسه ديالي، القرايه ديالي كنشوفها هي اهم حاجه بالنسبه ليا، وداكشي الاخر زعما في الغناء ولا داكشي باقي ليه الوقت وباقي فين يدار، زعما بالموازاه معاه كنحاول نزول هادشي اللي كيعجبني. تا
تنبغي نشكر موقع لالا فاطمة وتنقول لهم شكرا على هاد الفرصة اللي عطيتوني باش نقرب الناس مني ومن المحتوى ديالي او من الفن ديالي. لالا فاطمة الغزالة فاطمة، لالا فاطمة وعار ربي غير كلمة، قلت لك صباح الخير ما رديتيش عليا، قلت لك صباح الخير ما رديتيش عليا، يمكن مشغولة بالغير وما حنيتيش. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لالا فاطمة.